طيب ابو حنين، ننتقل الى المباراه الثانيه. الفريق الاهلاوي اليوم يكسب اول مبارياته في دوري ابطال اسيا امام فريق بني ديكور الاوزبكي، هذا الفريق اللي ايضا متمرس في هذه البطوله من خلال السنوات الماضيه، يعني اخر اعتقد 5 أو 6 بطولات او 6 نسخ ماضيه لبطوله دوري ابطال اسيا كان يشارك هذا الفريق الاوزبكي وحقق الدوري الاوزبكي لسنوات طويله. يعني اليوم يكسبه الاهلي، ظهر ايضا بشكل مختلف عن اخر مباراه له في الدوري امام النصر، ايش اللي اختلف في الاهلي اليوم؟ شوف الاهلي انا اعتقد بعض النتائج الغير جيده اللي كانت له في الدوري خلقت عامل ايجابي بالنسبه له في اسيا. لن يقبل جمهور النادي الاهلي انك انت تخفق في الدوري وترجع تخفق مره اخرى في اسيا، واعتقد وقود جديد للعوده لصراع الدوري من خلال هذه المباراة. أعتقد اللي تابع المباراة الأهلي دقيقة ثانية كان في كرة في العارضة للسومة، يعني فريق داخل مقاتل من أول دقيقة، صحيح. في هدف يبغى يفوز. في بعض الأحيان المباراة تحتاج أنك توصل لهدف له هدفين عشان تقدر تتحكم على أو تسيطر على المباراة بشكل إيجابي. دكة الاحتياط دائما يعني تفرق كثير، عملية التدوير. لكن اليوم يمكن انا اختلف بعض الجزئيات مع اخوي عوض، احنا عندنا مشكلة في ثقافة اللاعب السعودي مش التدريب. اليوم انت في مدربين يجي ويحط طريقة معينة وتكتيك معين، احنا مشكلتنا ان احنا زي ما تقول تعرف اللاعب اللي يصدق نفسه اللي مباراة مبارتين ثلاثة بدأ الإعلام بدأ الجمهور يشيد فيه، يبدأ يرى نفسه أكبر من الفريق في الملعب. وهذه هي مصيبتنا في المنتخب في الأندية، مجرد ما مباراة مبارتين ثلاثة احنا تفاوت المستوى بالضبط من مباراة إلى أخرى، وأخطاء فردية. اليوم أنت عدم التوازن مهم جدا للاعب داخل الملعب بين أدائك بين إيش قاعد يقولون عنك في سواء كان في صحافة في إعلام، الاستمرارية بنفس المستوى. أحسنت مثل ما تفضلت، ارجع خلينا عشان ما يصير موضوع هلال او اهلي، نرجع لمبارياتنا الاخيره مع المنتخب. لعيبتنا اللي كانت في المنتخب اللي كانت في اوج عطائها وكلنا نتغنى فيهم، ايش قاعدين يقدمون اليوم في انديتهم؟ يعني خلينا نسميه عشان ما نجحفهم حقهم، عطاء اقل من المطلوب. فاحنا اليوم هذه المصيبه اللي احنا نشوف دائما الفرق الكبيره اللاعب المهاريين اللاعب اللي تعول عليهم الكثير هم والمحترفين هم اللي يصنعون لك فارق في المباراه. فلما اجي اشوف لاعب انا اعول عليه الكثير اشوفه يعك في الكوره ويغلط وتنقطع منه وترجع عليه هدف، هذه هي ثقافه اللاعب. متى انا اكون حاضر ذهنيا؟ متى انا اطبق اللي يبغاه المدرب؟ متى انا ازيد بمهارتي من عندي؟ هي ثقافه اللاعب السعودي، وهذه ما راح تتغير، ترى موجوده من الثمانينات. اختلفت الاجيال بتميز وكثره المواهب، اليوم احنا نشوفها مختلفه لانه قلت عندنا المواهب، عشان كذا احنا نشوف الحالات خلينا نقول لك السلبية صارت اكثر من إيجابية.